بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، واللي أهمها وأبرزها هيكون المؤتمر الصحفي اللي هينعقد النهاردة للكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، وده اللي هنتابع الأخبار الأخرى من خلال التقرير التالي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل مطار مرسى علم الدولي 105 رحلة طيران دولية أسبوعية جاية من 12 دولة أوروبية، وهيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على كل الوفود القادمة. كمان هيفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر معرض للفن التشكيلي بعنوان Art Guild لجامعة القاهرة للفنون التشكيلية الساعة 6 بالليل في قاعة صلاح طاهر للفنون بالأوبرا. النهاردة هيعقد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة مصر وغينيا اللي هتتلعب يوم الأحد في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، وهيتكلم الكابتن إيهاب عن أمور فنية كتير متعلقة بمواجهة غينيا وإثيوبيا. النهاردة برضو هيخضع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني لمسحة طبية للتأكد من شفائه من فيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة اللي خضع لها من كام يوم، وهيتم تحديد مصير مشاركته في مباراة غينيا بناء على نتيجة المسحة.